بسم الله، نتابع العلاقة بين H اللي هو الانثالبي والبي والبريشر مع التمبريتشر. بدينا فيها المرة الماضية، فحطينا انه هاي العلاقة اللي هي 4-12 الاساسية، اللي هو في عند المتغيرين اللي هي التمبريتشر والبريشر. فاحنا بنتبع قاعدة السلسلة دي اتش على دي تي في دي تي للتغير في الانثالبي اذا كان بيعتمد على التمبريتشر والبريشر، و دي اتش على المشتقة الجزئية باي دي بي في الدي بي. طيب حكينا انه الحساب اللي هي الثاني هاي دي اتش على دي بي، سنرى لاحقا انه نستطيع ان خلينا نحكي انه نستطيع حساب هذه المشتقة الجزئية دي اتش. الاولانية اللي هي دي اتش على دي تي، يعني سوف نبدأ خلينا نحكي من تعريف الانثالبي. خلينا نشوف الانثالبي زي ما قلت لكم المرة الماضية. الانثالبي هو عبارة عن H زائد U زائد PV، هذا هو الانثالبي النوعي اللي هو specific enthalpy. فهذا لما نيجي نشتقه DH بيساوي DU اللي هي الحد الأول زائد هذول ال PV حدين، الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. فبيطلع عندي لما اطبق على معادلة القانون الاول في الثيرموداينامكس، دي فتحة كيو بتساوي دي يو زائد دي دبليو، فدي يو زائد بي دي في اللي هو هذا الشغل، ويساوي لو اجي اقارنه بين في معادلة 4-13 دي يو زائد بي دي في اللي هي هاي بي دي يو زائد بي دي في، شو بيساوي اللي هو دي اتش ناقص في دي اتش ناقص الفي دي بي. فتصبح عندي المعادلة اللي هي الأولانية اللي هي أو المعادلة هاي تصبح عندي زاد عندي هنا الناقص في. لاحظوا الدي اتش، الدي اتش زي ما كتبناها فوق، الدي اتش كتبناها فوق لاحظوا من معادلة 4-12 ثم كتبناها بصيغة ثانية، صار عندي هنا عند الدي بي ضفنا لها الناقص في من المعادلة. فلاحظوا هنا الدي فتحة كيو صارت عندي هاي 4-15 هي المعادلة خلينا نحكي الأساسية ل اللي خلينا نحكي الحرارة، الحرارة علاقة الحرارة بالإنثالبي. طيب إذا كان عندي حالات خاصة عند ثبوت الضغط، عند ثبوت الضغط إنه دي بي بيساوي صفر فهذا الحد الثاني بيساوي صفر. عند ثبوت الضغط بصير عندي هاي الحد الأيسر بيساوي عندي اللي هو سي بي سي بي في خلينا نحكي في الدي تي، لانه خلينا نحكي علاقة الكيو اللي هي تسرب الحرارة لما قسمها على الحرارة بعطيني اللي هي السعة الحرارية النوعية بثبوت الضغط. فهذا الطرف الايسر بصير عندي بيساوي زي ما انتم شايفين هنا سي بي في دي سي بي في دي تي، والطرف طبعا الايمن بيبقى عندي هذا الطرف الايمن دي اتش على دي تي في الدي تي. فلاحظوا هنا مكان الحد الاول هنا بنحط مكان هاي دي اتش على دي تي بنحط اللي هو سي بي، فبصير عندي خلينا نحكي هنا في المعادلة هاي لاحظوا معادلة 4-17 بالحد الاول شو حطينا السي بي مكان الدي اتش اللي هو هون اللي فوق، حطيناها مكان الحد الاول دي اتش على دي تي بثبوت الضغط حطينا مكانها اللي هو السي بي. من تابع هسه عند ثبوت الحجم في عندي سعتين حراريات، السعة الحرارية بثبات الضغط والسعة الحرارية بثبات الحجم فقط. هسه بدي قلت لكم ما في سعة حرارية بثبات التمبريتشر، فالسعة الحرارية بثبات الحجم اللي هو دي في بيساوي زيرو، بصير عندي الحد الايسر من المعادلة 4-17 شو بيساوي؟ بيساوي اللي هو سي في في دي تي. طبعا هنا في غلط، هاي لازم تكون سي في وليست سي بي، فبصير عندي سي في دي تي. فتصبح لما نعوضها في المعادلة 4-17 بصير عندي سي في دي تي في بتساوي الطرف الايمن من المعادلة 17 نفسه سي بي في دي تي في نفس هذا الحد اللي هو دي اتش على دي بي ناقص في في دي بي الفي. طيب نقسم طبعا كل المعادلة على اللي هي دي تي في حتى نحصل على المعادلة الأساسية اللي هي معادلة 4-19.
احنا الاشتقاق ليس مطلوبا. انا في نهاية شابتر 4 بحدد لكم المعادلات الرئيسية اللي تستخدم في حل المعادلات. هذا طبعا زي المعادلة اللي كنا نحل فيها الامثلة اللي حليناها على خلينا نحكي السكشن اللي قبله اللي كان يربط لليو، فكانت السي بي ناقص سي في لها قانون معين كنا نستخدمه. نفس الشيء هذه المعادلة اللي كانت خلينا نحكي تمثل المعادلة كأنها 4-9 اللي كانت تتعلق باليو. فهاي هي المعادلة المهمة اللي هي الاشتقاق النهائي لعلاقة السعة الحرارية النوعية بثبوت الضغط ناقص السعة الحرارية النوعية بثبوت الحجم. فهي المعادلة الرئيسية وهي علاقة عامة زي ما هون كاتبين تطبق على جميع الكميات. طبعا هسا اذا كان عندي هاي طبعا كله اشتقاق سريع، في عملية ثبوت درجة الحرارة بتكون الدي تي بيساوي صفر اللي هو الحد الاول، بصير عندي هذا اللي هو دي فتحة كيو تي يعني ثبوت التمبرشر بيساوي اللي هو الحد الثاني. لاحظوا هاي من المعادلة اللي هي 24 مشتقة من المعادلة اللي هي 4-17. لما نحط دي تي بتساوي صفر، لما نحط دي تي بتساوي صفر بيروح هذا الحد اللي هو هذا اللي هو الحد الاول. احنا لما اجي اظل بظل كل شيء هذا الحد الاول اللي هو دي تي، هاي خلنا اظليها لحالها دي تي بيساوي صفر هاي، فبيروح الحد بيتبقى هذا الدي اتش على دي بي عند ثبوت اللي هي درجة الحرارة، وتصبح هذه هي المعادلة مع ثبوت درجة الحرارة اللي هي 24. اخر شغلة لما يكون عندي العملية ادياباتيكية، العملية ادياباتيكية معناها ما في تغير في الدي فتحة كيو، فالمعادلة الاساسية هاي اللي طرفها الايسر دائما دي فتحة كيو بيساوي صفر اللي هو نرجع عليها كمان اللي هي معادلة 4-17. لما يكون هذا الطرف الايسر بيساوي صفر هذا دي فتحة كيو هذا بيساوي صفر، فتصبح يعني بعد ترتيب المعادلة ننتقل للمعادلة 4-21 تصبح بهذا الشكل اللي هو طبعا الدي بي نزلت هنا. طبعا الاس هاي تعني ثبات الانتروبي وراح نتعرف عليها لاحقا ما هو الانتروبي. فهي كمان العلاقة النهائية اللي خلينا نحكي اللي بتربط العملية الادياباتيكية اللي بتربط الانثالبي مع البريشر والفوليوم. طيب راح نشوف كل هاي بالتطبيقات ان شاء الله. العلاقة هسا احنا كنا اخذنا هذا السكشن 4-4 العلاقة بين يو والمتغيرين بي وفي، والعلاقة بين الانثالبي والمتغيران بي وفي. لاحظوا احنا اول اشي لما اخذنا اليو شو اخذنا معها؟ اخذنا الفي والتي، ماشي؟ لما اخذنا اليو اخذنا الفي والتي واشتقينا العلاقات الاربعة اللي هو بثبوت الضغط وثبوت التمبرتشر وكل الاشتقاقات اللي حصلت في 4-2 لما اخذنا الفي مع التي، ولما السكشن اللي بعده اخذنا الانثالبي اتش اخذنا اللي هو البريشر مع التمبرتشر. هسا بدنا ناخذ البريشر مع الفوليوم، يعني كأنه فشقنا عن التمبرتشر اخذنا البريشر مع الفوليوم بالنسبة لليو واخذنا البريشر مع الفوليوم بالنسبة للاتش. فخلينا نشوف لما نيجي ندرس هاي المعادلات بالتفصيل. طيب هون سندرس اليو والاتش على المتغيرين بي وفي بطريقة طبعا مشابهة للفقرتين السابقتين. طيب هسا الدي يو لما نيجي نكتبها بداية البريشر والفوليوم نفس الشيء اللي هي قاعدة السلسلة، دي يو على دي بي بثبات الفوليوم دي بي، بعدين دي يو على دي في بثبات البريشر دي في. طبعا هذول المشتقات اللي هن دي يو على الفي على دي مشتقات جزئية فعلا، ولكن لا تمثل هذول اي خاصية اضافية مقارنة بالمشتقات الجزئية اللي شفناها. فخلينا نعمل مقارنة. لاحظوا ردينا كتبنا المعادلة اللي هي 4-2 اللي هي بتشمل التمبرشر والفوليوم زي ما حكينا في البداية، احنا اخذنا البي مع الفي لكن رجعنا لهاي المعادلة الاولانية عشان ناخذ منها معلومات. طيب هسا احنا بنقدر نكتب هذا اللي هو التمبرشر وهو تفاضل تام بدلالة الفوليوم والبريشر حسب قاعدة السلسلة. التمبرشر بتعتمد على البريشر وبتعتمد على الفوليوم، فبنقدر نكتبها بالطريقة هاي دي تي على دي بي بدلالة في دي بي
في المشتقى الجزئي للتمبرشر على الفوليوم بدلالة